حلقتنا والجزء الخبري الاول في حلقتنا النهارده. الحقيقه هنبتدي معاكم بخبر في منتهى الاهميه ليه علاقه بكل الكلام اللي بنسمعه بقى بيتقال مؤخرا عن مساله تسويق اللاعبين. حضراتكم طبعا سيد العارفين الاهلي دايما شغله ما بيكونش غير في النور وكلامه دايما بيكون واضح وما بيقبلش باي كلام مرسل. الاهلي دايما بتكون معلوماته ما بتخرجش غير من خلال بيانات رسميه، ده اللي اكد عليه امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي اللي قال ان ما تناولته بعض المواقع الالكترونيه بشان مساله تسويق بعض اللاعبين الاجانب المقيدين في صفوف الفريق الاول هو كلام يعني عاري تماما من الصحه، ولم يتم التطرق الى مثل هذه الامور يعني في هذا التوقيت بشكل عام سواء من قريب او من بعيد. الكلام ده مش مظبوط، وان الحديث عن لاعبين بيستعدوا للرحيل او لاعبين اخرين قادمين ده كله كلام سابق لاوان ولن يتم الا في نهايه الموسم كما هي عاده النادي الاهلي. امير توفيق قال بشكل واضح جدا انه مش من المنطقي والموسم لا يزال ممتد لشهور جايه ان يقوم البعض بتقييم لاعبين وترشيحهم اما للاستبعاد او ترشيح اخرين للتعاقد. ده بالطبع امر فني في المقام الاول وبيكون مسؤوليه الجهاز الفني اكيد بالتنسيق مع لجنه التخطيط وباشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. وكمان ابدا امير توفيق دهشته من تداول هذه الاخبار غير الصحيحه بالمره يعني قبل مجموعه مهمه من مباريات النادي الاهلي خصوصا على الصعيد الافريقي. طبعا حضراتكم عارفين ان الفريق بيستعد خلال الايام القليله القادمه لمباراتي الذهاب والعوده مع الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. اكد مدير التعاقدات احترامه الكامل لكل وسائل الاعلام ولكنه كمان طالب بضروره تحري الدقه ولا سيما ان مثل هذه الاخبار لن يكون القصد منها الا زعزعه استقرار الفريق اللي طبعا بيمثل مصر في سباق دوري الابطال اللي بيقترب حاليا من نهايته. طيب ده على